طالع لك يا عدوي طالع من كل بيت وحرم شام. أقسم اليمين ألا تغمض أعينهم إلا بتحرير الوطن. شهداء الحرية ليسوا بأرقام، من أجل هذا الوطن ضحوا بشبابهم، دافعوا، قاوموا وناضلوا. منهم من عادوا ومنهم من طردوا وأبعدوا، ومنهم من هم مفقودون حتى الآن. ما تسمى مقابر الأرقام اسم لعدة مقابر في مواقع مختلفة أنشأها الاحتلال لاحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين. قضية الشهداء المحتجز الجثامين هم الشهداء الأسرى ربما تكون واحدة من أكثر القضايا المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية منذ احتلال إسرائيل لبلادنا، إن كان ذاك في عام 48 وبالأخص بعد احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وأراضي عربية أخرى في العام 67. منذ بداية الاحتلال شرعت إسرائيل باختطاف جثامين لشهداء فلسطينيين وعرب، والتعامل معها وفقا لقانون الطوارئ البريطاني لعام 45 الذي يبيح للقائد العسكري الإسرائيلي التعامل مع الجثمان كيفما شاء، إن كان ذلك بحرقه أو بدفنه أو بتركه في أرض المعركة أو بنقله إلى مكان ربما لرئاسة الأركان الإسرائيلية وربما لمعهد طبي أو جامعة لإجراء التحاليل والبحوث الطبية عليها. بلغ عدد هذه المقابر 4 مقابر. إسرائيل تدعي اليوم أن ما تبقى من هذه المقابر بعد حملة الإفراجات التي تمت، إن كان تلك الحملة التي تمت بالاتفاق مع حزب الله أو ما تم تحريره على يد الحملة الوطنية والإجماع الوطني الفلسطيني في الأعوام الماضية، تقول إسرائيل أن ما تبقى من هذه المقابر مقبرتين فقط. الأعداد فيها متفاوتة في هذه المقابر، لكن الأهم من هذا سيدي أن هذه المقابر، وكما ذكر تقرير يهودي هيس رئيس معهد الطب الشرعي الإسرائيلي في أبو كبير، أن عمق القبر الواحد لا يزيد عن 50 سنتيمتر. القبور متراصة، صفوف القبور متراصة، فلك أن تتخيل ماذا سيحل بالقبر بفعل عوامل الطبيعة، الأمطار والرياح والاهتزازات الأرضية، انجراف لهذه المقابر، اختلاط عظام الشهداء ببعضها البعض، بل وضياع بعض الجثمين لأنه الجثمان محطوط في كيس من البلاستيك مكتوب عليه رقم. هذه المقابر لم تقتصر على الشهداء الفلسطينيين، بل تضم شهداء من دول عربية متعددة منها سوريا ولبنان وغيرها من البلدان العربية. أنا فضل أبو هواش أخو للشهيد إسماعيل عادل أبو هواش، أحكيكم من مدينة صيدا جنوب لبنان. إسماعيل أبو هواش اللي استشهد ب2/4/1984 عملية يوم الأرض في مدينة القدس الغالية العزيزة، كانت عملية نوعية. كان الشهيد إسماعيل الله يرحمه لصورته وراي، كان دخل لفلسطين مشان يعمل عملية نوعية بتبادل أسره، اعتقال صهاينة بمدينة القدس بوزارة التجارة وتبادلهم مع أسرة فلسطينية، إخواننا الفلسطينية اللي بسجون العدو الإسرائيلي. وكان نتيجتها أنه استشهد هذاك اليوم. هذا طريق شعبنا ونحن مبسوطين أنه الله رزقه الشهادة.
اللي حابب أقوله أنا بس بالنسبة لموضوع مقابر المقابر اللي دافنينه فيها اليهود، نحن حابين يكون له قبر يعني مدافن يدفن بطريقة صحيحة، بطريقة إسلامية، بطريقة نقدر نزوره نعرف وين مدفون. الحج والدتي تقدر لهلأ، الحج يعني متأثر وزعلان، ما بتعرف وين مدفون، ما فينا نزوره، ما فينا نعرف هو وين. ما زال الاحتلال يكرس جهوده لقتل الإرادة الفلسطينية وسلب الأعمار للأسرى والمعتقلين. لا يكفيه تعذيب الأسر وبطش السجان، حتى وإن استشهد الفلسطيني في مقابر الأحياء، تحتفظ إسرائيل بجثته في مقابر الأرقام لتعذيب من انتظروا أعواما طويلة وحرمان الأمهات من معانقة أبنائهم وهم في مثواهم الأخير، ليصبح التفاوض بدلا من إطلاق سراح أبنائهم أحياء لإطلاق سراحهم شهداء. أنا نجاح عبد الفتاح ياسين، أخت الشهيد عمر ياسين، استشهد في عملية استشهادية في غور الأردن بتاريخ 19/2/2002، وتم احتجاز جثمانه عند الإسرائيليين. كانت روحه الوطنية عنده عالي كتير، كان عنده يعني عالي، عنده حب الجهاد. إلا أن مرة سألته، اللي هو بحكي لي أنا ربنا استغفر الله العظيم إنه ما خلقنيش إلكم، خلقنا إني أجاهد في سبيله. بس حكى لي اياها هي، يعني انا بكيتش ماخذ فيها ولا مفكر فيها، الا انه كان لي اياها زي عفويا، وانا ما ادركتهاش، فما عرفتش يعني قيمتها الا لما استشهد. صار مطارد من هو تقريبا 18-17 سنة، اطارد مع هالشباب وانضم مع وودت ورا المنضد، تكر بيتنا هون 3 سنين، لما تكر بيتنا هون ما بقدرش يجي هون، ودت ورا المنظم وطفر عطونات، لما طفر عطونات طلع عن طريق مطر، لما طلع عن طريق مطر بطل أخذوا المطار وبيفكروا إنه جاي هو شاب من البلد من هون، بيفكروا من المحاربين أو إشي. انحبسوا 3 أشهر في مكتب المنظمة كان في القاهرة، نقول لمدير السجن المسؤول يا عمي إحنا تابعين لعربات، إحنا تابعين لفلان، مفيش فايدة. المهم تعاون المنظمة اللي في القاهرة، تعاون المكتب، دخلوا على السجن شافوهم عرفوهم، هم لهم اسامي. اتصلوا في الرئاسه في خليل الوزير وعرفات، كان حياه عرفات بعت ابو اياد صلاح خلف عملهم مصايك مصريه وسفرهم على تونس، ومن تونس يروحوا على ليبيا وتعلموا على جميع انواع الاسلحه. وودونا اياه بعمليه، صار معاهم اشتباك 8 ساعات على حدود النقب، ما يكذوا لهم مش اجوا بالطيارات وضربوهم، وهذا اللي عرفنا فيهم. احنا قبلنا ما فيش عليه اخبار، بس احنا كنا يكون شارد يكون مسكوه حبسوه وما في بدهمش يعلمونا. المهم بالاخر دارنا تسكرت، وكنا ساكنين في الطيبة وكانوا الاولاد صغار، اجوا جماعتي بعرفش مين اللي اجى، عبد الله عواد شايف، واجى سامي برضو ابن ابو ابن عمتي، كمان ابن عمه لعبد الله، اجوا بقولوا لي رمزي بدنا نقول لك استشهد. يا زلمه كيف بتستشهد؟ قال هذا اجتنا المعلومات. وبعدين هذا اللي صار يعني،
21 سنة هو في المقابر. في زوايا كل بيت فلسطيني تجد صورة شهيد وصورة أسير وعلم ملطخ بدماء لا تنسى. للفلسطيني خاصية تميزه عن غيره، فقد ولد في وطن مسلوب وأحلامه مقيدة، لكن الإرادة عصية على الانكسار، ففي كل بيت فلسطيني قصة أسر وحكاية شهيد وإصابة جريح ودموع أم ثكلى على فقدان زوجها وأولادها، لكن لسان حالهن يقول الوطن يبقى أغلى من أبنائنا، لتلد الأم الفلسطينية أولادا تهديهم لهذا الوطن الجريح. أنا محمد عبد الرحمن الدلع، معروف حركيا بأبو عرب، من مواليد 1947، حيفا، من سكان نابلس. أنا اسمي أشرف عيسى علي عثمان، من قرية مجدل بني فاضل، ابن للشهيد عيسى أبو مصلح الذي استشهد عام 1969 في معركة حصلت في قرية جماعين. الكمين اللي وقعنا فيه هو أصلا ما كانش فيه إلا أنا وعيسى، ما فيش حدا غيرنا، لأنه اللي قبلينا كانوا في القاعدة وصار معهم الاشتباك واستشهدوا والمسك اللي المسك، لكن الآن فيش إلا أنا وياه في الموقع. المكان منطقة جماعين، الموقف أنه إحنا أخذنا على حين غرة، وقعنا بكمين مفاجئ ما كناش نتوقعه، فبالتالي لأجل الصرف إحنا كنا طالعين دب هيك، وعبين ما وصل نصه ظهر فجأة بدأ إطلاق النار بشكل غزير، فأنا كنت من ورا مش مبين، عبين ما رفعت راسي على السماء وجدت إنه في رصاص خارق حارق معبي السماء، اكتشفت إنه مش مننا، احنا كنا نتوقع او كان هو عيسى يقولهم الطخوش، انا فلان انا كذا، بفكرهم جماعتنا اللي بتطخوا. فانا لما انتبهت على السماء وشفت كل غزارة اطلاق النار تبين لي انه هذا يهود، فانا بدي انبه زميلي بقول له عيسى عيسى هدلول يهود. عيسى سكت، جريته من كمة اجره بنطلونه سحلته عندي، بدي اقول له هدلول يهود، ولا هو بنفر دم وجهه، عرفت انه اصيب اصابه مباشره. هلا صفيت لحالي في الميدان، ما فيش امكانيه اعمل له اشي، الان المطلوب ادبر راسي انا، لا في إمكانية أحمله ولا أسعفه ولا في إمكانية أعمل اشتباك معهم. حقيقة أنا يعني لحظة استشهاد والدي كان عمري 2، لكن في موقف لازلت يعني في مخيلتي، كيف كانت أمي توديني عنده، كان والدي كان مطلوب ما كان يجي على البيت، كيف كانت أمي تحطني في برميل وتأخذني، يعني متذكر هذا الموقف لازلت، هذا الموقف الوحيد اللي أنا لازلت متذكره، إنه كانت تحطني في برميل كانها ذهبة تعبي مي وعلى أساس والدي يشوفني. الشهيد عيسى مصلح من نابلس، تقول إسرائيل أنها لا تعرف أين جثمانه. الشهيد عبد الكريم طردي تكرر أنها لا تعرف وين جثمانه. الشهيد سامي بشارات بتقول أنه مدفون مع 3 شهداء آخرين في قبر واحد، هذا في المحكمة، وثائق في المحكمة. إسرائيل تكرر وتمعن في سياستها العنصرية تجاه شهدائنا الفلسطينيين والعرب. إحنا عنا إثبات من الجيش الإسرائيلي بأنه بقام بقتل والدي من خلال شهادة الوفاة تم استخراجها في حينه. المطالبة يعني صحيح الجانب الإسرائيلي ينفي، وهناك عدة محاكم، يعني تم رفع أكثر من قضية بشكل شخصي من خلال مركز القدس
من خلال مرسك الحملة الأخ سالم خلي باسم والدي يعني بشكل منفرد. ليش؟ لأنه قضية استشهاد والدي يعني في بدايات الاحتلال وفترة قديمة جدا، فهم بيحاولوا يتهربوا من قصة أنه موجود أو غير موجود. أليس من حق الأمهات والزوجات الصابرات الأبناء والأحفاد والآباء والأجداد، أليس من حق الأصدقاء أنهم يروحوا يوم العيد على قبر حبيبهم أو حبيبتهم يقرأوا الفاتحة يزرعوا وردة ويقولوا له ذكراك باقي؟ أليس هذا أبسط حقوق الإنسان لأم صلها من الستينات لليوم تنتظر عودة ابنها بس بكفن بديا داشية ماشي على إجريه لأنه استشهد؟ أمهات الوطن هن الفلسطينيات، لكنهن لا يملكن سوى الأمل في عودة أبنائهن أحياء أو أموات. فبعض الأمهات أقمن أضرحة فارغة بانتظار عودة أبنائهن، وكأنهم يسمعونهم ينادون ويقولون أعدي لي الأرض كي أستريح. سالما منعما وغانما مكرما سالما